يقول: نحن في الكلية التي تجمع بين أهل السنة والرافضة، وكل من الطالبات تصلي لوحدها، مع العلم أن من الروافض من يمر بهن، فهل تجب صلاة الجماعة تخصيصا لإظهار هيبة المسلمين؟ ما أدري، الجامعة الكلية ذي بنات ولا أولاد؟ مختلطة. نعم مختلطة. مختلطة، الرجال يصلون جماعة والنساء يصلين خلفهم إن أردنا، أو يصلين فرادى منفردات. المرأة ليس عليها جماعة، لكن إذا صلت مع الرجال شهدت الجماعة مع الرجال فلا بأس. أو النساء اجتمعنا وصلينا جماعة صلى بهن واحدة منهن لا بأس بذلك، وإن صلينا فرادى فلا بأس بذلك. وأهل السنة يصلون مع بعضهم، والرافضة إن صلوا معهم لا يمنعونهم، إن صلوا معهم لا يمنعونهم.